مشاهدينا متابعينا الكرام مع انطلاقاتنا ومنافساتنا في هذا الصباح الخاصة بسن الإجذاع. متابعينا الكرام على بركة الله تعلن بداية وانطلاقة ثامن أشواطنا في هذا الصباح وجائزة هذا الشوط تويوتا ستيشن جي اكس في الانتظار. نتابع أيضا هذه الأسماء وهذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط. أبدأ بالبداية هناك مع الصدارة وأول المراكز الشاهينية عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري هناك مع البداية والصدارة، بينما ثاني المراكز أتابع التقدم والقادمة مع ثاني المراكز جبارة لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري هنا المنطلقة مع ثاني المراكز، بينما ثالث الأسماء وصول من معزة محمد بن دايل بن سيف النعيمي، ولكن القادمة في هذه اللحظات أتابع في رابع المراكز من تتسلل بدورها الفائزة علي بن ثامر بن ناصر النعيمي. وخامس المشاهدين الكرام وبها أختم هذا النداء الأول، هناك أخيرا لسعيد بن سالم بن الدعية مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعين الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمة في هذا الشوط، ولكن العودة للبداية هناك مع شعار بالحفار هناك على البداية والصدارة الشاهينية، أيضا أحد الأسماء اللامعة والبارزة من تنطلق بالبداية والصدارة يقدمها عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري هنا على الصدارة والبداية، بينما ثاني الأسماء تابعة جبارة لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري هنا المتواجدة والمنطلقة مع ثاني المراكز، بينما ثالث الأسماء أتابع التقدم مشاهدينا الكرام. وصلت الدوحة من تصل مع ثالث المراكز سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات المري هنا يقدم الدوحة في هذا النداء الأول للدوحة المتواجدة والمنطلقة مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء هنا الفائزة علي بن ثامر بن ناصر النعيمي، ومن الجانب الآخر خيرة أيضا بدأت تتقدم تنطلق هناك مع رابع المراكز سعيد بن سالم بن سليد الدعية. هذه الأسماء متابعين الكرام ختام أشواطنا الجوائز العينية في هذا الصباح. سيارة هناك في الانتظار مع هذا الشوط الثامن. الله يا بن حفار، بن حفار يبدأ بالبداية هناك يقدم الشاهينية على الصدارة، ينطلق هناك ويتابع أيضا هذا الأداء الممتاز هناك الشاهينية عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري، بينما ثاني الأسماء أتابع التقدم والتواجد من جبارة هنا تريد أن تخطف الصدارة القادمة والمتواجدة بشعار جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يقدم أيضا لنا شعاره مع انطلاقة جبارة مع ثاني المراكز. بدأت الأمور، بدأت التحركات، شوف السرعة بدأت تزيد. الله هي القادمة هنا وتابع خيرة سعيد بن سالم بن سنيد الدعية أيضا بدأ هنا يقدم خيرة، وهناك الدوحة من الجانب الآخر سعود بن صالح بن الزمات المري مع رابع المراكز وخامسا. وتابع القادمة في هذه اللحظات وصلت ولاية حمد بن سالم بن حمد القمرة النابت هنا القادم مع خامس المراكز. الله 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 يا الأسماء، الله يا الشعارات، ولكن شوف الصدارة، شوف الانطلاق الذاتي هناك مع الشاهينية على الصدارة. عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري يبحث عن الانتصار بن حفار مع انطلاقة الشاهينية على الصدارة. بدأنا بالاقتراب مشاهدين الكرام، ولكن أتابع خيرة أيضا قادمة مع ثاني المراكز سعيد بن سالم بن سليد الدعية. بدأ الهجوم شوف الثنائية الشاهينية وخيرة، خيرة والشاهينية مع هذا الشوط مع الاندفاع ممتاز، ولكن أتابع هنا أتابع جبارة جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع ثالث المراكز يراقب الموقف، ولكن الله وصل بن جبران هنا القادم مع الظبي راشد بن علي بن عامر الفيد المري وصل هنا بالطفلة القادم في هذه اللحظات. الله
بدأ الهجوم. الله الله الله، هنا أتابع البداية، أعود إلى الصدارة. ركز يا بن حفار هناك، ولكن أيضا التغيير هناك مع الدعية. خيرة 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 مع الكيلومتر الأخير، خيرة تنطلق على الصدارة. الله 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 على هذا الأداء هنا مع خيرة سعيد مسالم بن سنيد الدعية، يذهب أيضا ينطلق بناموس هذا الشوط بأداء ممتاز بانطلاق رائع مع خيرة والشاهينية أيضا قادمة مع ثاني المراكز. شعار بن حفار المتواجد والمنطلق مع ثاني المراكز، ولكن أتابع هناك هناك الظبي راشد بن علي بن عامر الفيدة المري، ولكن الأمور بدأت تتضح هناك مع اللحظات الأخيرة مع خيرة. خيرة والدعية، خيرة والدعية مع هذا الشوط. السيارة هناك في الانتظار الدعية، وناموس مستحقنا مع انطلاقة خيرة مع اللحظات الأخيرة. مشكور يا الدعية، واسعد الله صباحك على هذا الأداء الممتاز وانطلاقة خيرة هنا مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك خيرة سعيد بن سالم بن سليد. الدعية هنا مع لحظات، مع اللحظات الأخيرة، مع لحظات الوصول والانفراد على الصدارة، انفراد على الصدارة. أداء ممتاز يا الدعية، تشكر أيضا على هذا الأداء والانتصار. تهانينا والناموس لمالك خيرة سعيد بن سالم بن سليد الدعية على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت مشاهدين الكرام، الظبي من وصلت في ثاني المراكز لعبد الهادي، الظبي لراشد بن علي بن عامر الفيد المري وصلت ثانيا. ثالث المراكز وصلت الشاهينية لعبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري، ورابع المراكز كان الوصول مشاهدين الكرام من طواري راشد بن محمد بن علي بن ديلة، وخامسا كان التواجد مشاهدين الكرام وصلت في خامس المراكز براقة راشد بن ناصب الراشد الجبر النعيمي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام. تابعنا أيضا إثارة وانطلاق ممتاز أيضا الدعية ليقدم خيرة في هذا الشوط، وأيضا تنتصر في بناموس هذا الشوط. 7:39 وجزء واحد من الثانية توقيت خيرة. نهني سعيد بن سالم بن سليد الدعية على هذا الفوز والانتصار. بينما ثاني المراكز وصلت الظبي مشاهدين الكرام وتوقيتها الزمني 7:44 و9 من الثانية. نهني مالك الظبي راشد بن علي بن عامر الفيدة المري، وثالثا كان الوصول مشاهدين الكرام من الشاهينية ب 7:45 5 من الثانية. نهني مالك الشاهينية عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري. تهانينا والناموس